75 عاماً والاحتلال يحاول بث الخوف والرعب في نفوس الفلسطينيين وتحطيم إرادتهم. 75 عاماً والاحتلال يفشل في مهمته الوحيدة. تسألون كيف ذلك في وقت بات الأطفال من الشهداء والمنازل ركاماً؟ الجواب مع الطفل آدم الذي أراد قهر جيش الاحتلال، فانتشر فيديو له وهو يسير في الشوارع الرئيسية لمخيم جنين، والذي يتعرض لأسوأ عملية عسكرية في هذه الأثناء. ورغم ذلك سأريكم كيف كان آدم يمشي بخطوات واثقة وبصوت عال، ويستمع إلى الأغاني الفلسطينية التي تعبر عن هوية شعبه في رسالة تحد صريحة وواضحة للاحتلال، ليجسد رغم صغر سنه روح الشعب الفلسطيني المتجددة مع كل جيل، ليثبت أن الإرادة الفلسطينية لم ولن تنكسر أمام آلة القمع والعدوان. لنشاهد. اسمي آدم وعندي أخو شهداء الشهيد رعد خازم عبد الرحمن خازم، وجاي عشان أقهر جيش الاحتلال، ولا بيكسرونا ولا بيقدروا يعملوا شيء. قاعد بتمشى ومشغل أغاني لجنين. لكتيبة جنين بتقول يعني بتوصف انه اهل جنين من اقوياء ومستحيل نكسر. هيهم حتى قدام هسبت وزروح بس ما بخير.